واليوم غادي نزيدكم احداث اخرى باقا مازال ما قلتهاش، اليوم غادي نكشفها لكم في الحلقات الاخيره لمسلسل المكسوب. وغنبداو مع اول شخصيه اللي هو المهدي. المهدي اللي في نهايه المسلسل غادي يفقد عقله وغادي يتسطى، لان الحاجه الوحيده اللي مصبراه انه يبقى في المغرب وما يسافرش لكندا، رغم هي هين، رغم انه ما كيبينش انه كيبغيها، رغم انهم ما عاشوش يعني كيف ما رجعوش الحب ديالهم كيف ما كان في البدايه، ولكن ما قدرش، حيت كل مره كانوا كيبغوا يرجعوا لبعضياتهم كانت كتجي صدمه اللي كتفرقهم. وهذا هو، ورغم ذلك هو في القرار ديالو كان كيبغيها ولكن ما قدرش يعبر ليها بحكم الظروف، بحكم تأنيب الضمير انه هو السبب في موت العم ديالو، بحكم تأنيب الضمير انه هو السبب فاش نسيمه خرجت للطريق، خبى السر ديالو، وحتى هين كان فيما كيشوفها كيأنبها وكيعاملها بقسوة، لدرجة أن هين صافي قطعت منه الرجوع لياس ورجعت ليوسف. يوسف اللي غادي تولي تلاقى معاه بالتخبية، وغادي تولي تخبية على أمها وعلى باها، ولكن كيف ما عرفتو حليمة غادي الشيخة حليمة غترش تحرش عليه تحرش عليها مرته اللي غادي تجي عندها وغتقول لها خطفت الرجالة بعدي على راجلي راه أنا حاملة منه. هند غادي تصدق مرته وما غاديش تصدق يوسف، وغتكون هذيك هي النهاية تاني بينها وبين يوسف. وهنا هند غادي نشوفها دخلت في واحد دوامة كبيرة، يعني الحب اللي كانت كتقلب عليه عمرها كامل صدق والو، ما شدت المهدي اللي كان كيقول لها عمرني ما غنتخلى عليك، كانت كتقول لي لواحد الدرجه انها كتقول لي نخلو هذا الشيء كامل ويلا نهربوا، ولكن ما بغاش. هند اللي كتقلب على الحب ديالها، الحب الاول في الاب ديالها اللي ما عاش الطفوله ديالها، ما لقاتوش في ميلود اللي حتى هو خذلها وتعامل معاها بقسوه وبجفاء. هند غتدخل في واحد الدوامه ديال الاكتئاب، خصوصا ملي غتعرف صافي انها غتنيس من يوسف ومن المهدي، وغتزيد الطامه وغتكمل عليها لما غادي تعرف انها ماشي بنت حليمه وماشي بنت ميلود. يعني حتى هاد النقطه اللي كانت كتقول انا عندي امي وبا حتى هي ما فرحتش بها. هند غتلقى حياتها كلها كذبه، الولد اللي مربيه كذبه، الام ديالها كذبه، باها كذبه، المهدي اللي كانت كتبغي مجرد كذبه، يوسف حتى هو كذبه. يعني غتدخل في واحد الاكتئاب وواحد النوبه هستيريا اللي غتفقدها الاعصاب ديالها، وما غتبقى تفكر في حتى شي حاجه سوى انها تنهي حياتها، لانها لقات راسها انها بوحديتها وكل شيء كيبغيها فقط على المصلحه. هند غتراجع الاوراق ديالها وغتلقى ان الوحيد اللي بغاها من قلبه واللي تهلا فيها واللي كان كيهتم بالامر ديالها هو عمر المعطاوي. هذا علاش غادي نشوفوها في نهايه المسلسل غتكون خدات حبوب ديال الاكتئاب كثرت منهم وهزت التصويره، وغتبقى تقول حتى واحد ما كيبغيني، حتى واحد ما كيبغيني، عمر فقط هو اللي كيبغيني. اما بخصوص عمر الصغير فاخوتي خواتاتي غادي يطلع هو فعلا معطاوي، لان كيف ما شفتوا التحاليل ديال الار بي ان خرجت بنتيجه ايجابيه اللي كتقول بان عمر انه خو هند، يعني من الدم ديالهم. دونك هنا خوتي غادي التوقع اللي غادي يكون هو ان فعلا عمر الكبير كانت عنده علاقه غير شرعيه من عند الام ديال عمر الصغير، واللي تخلى عليها واللي حتى هي تخلات على ولدها وحطاته في الخيريه، وشاءت الصدف والاقدار ان عمر الصغير يرجع لاحضان الاسره ديالو يعني بمشيئه الظروف. غادي نشوفوا ايضا الباتول اللي غتدخل في واحد الصراع ديال المرض، ولكن قبل غتدخل في واحد الدوامه ديال الغيره وديال يعني كيف ما تنقولوا غتولي تغير من زهره ومن الشيخه حليمه على قبل المولود، لانها شي حوايج تحركوا، يعني لقات في الشخصيه ديال ميلود، يعني لقاتها انها شخصيه زوينه وكاريزما زوينه، ويعني فكرتها بعمر المعطاوي، وخصوصا انه كيتعامل معها مزيان، هادشي اللي غادي يخليها تولي تعمر به قلبها وغادي يولي تغير من الشيخه حليمه ومن زهره. ايضا الحرب غتكون قويه وشرسه بين زهره وبين الشيخه حليمه، لان الباتول طيحت الوراق ديالها، ولكن زهره ما غاديش تخلي لها الجمل بما حمل، وغادي تحارب على ميلود، واخا هي قالت لها تسيري كولي هذاك ميلود ما بغيتوش، ولكن راه غير قالتها لها من فوق خاطرها. اما هي في الصميم ديالها غادي تبغي تنتقم منه ميلود كشخص ميلود، وغتبغي تنتقم من الشيخه،
وهنا الشيخه هي اللي غتبداها وغتفرشها وغتقولها سيري شوفي بعدا قلبي على باس هذاك الولد ديالك عاد باش جي عندي. وهنا غتبدا الحرب، غادي كل وحده غتفش تفرش الاوراق لولادهم. دونك العالي غادي يعرف انه ماشي ولد ميلود، وغادي يعرف انه الحقيقه ديالو انه من عمو. وهنا حتى هي غتعرف الحقيقه، وغادي يدخلوا الابطال المسلسل في واحد النوبه ديال الاكتئاب. اما بخصوص محجوبه اللي غادي نكتشفوا حتى هي في الحلقات الاخيره انها هي الام الحقيقيه لهند، وانها كانت عندها علاقه مع الاب ديال مريم، وهذه العلاقه كانت غير شرعيه، هي اللي خلاتها انها تخلى على البنت ديالها وتعطيها للشيخه حليمه تربيها. اما ميلود فميلود حتى لاخر لحظات وكان كيسحب ان هند فعلا بنته، لكن للاسف هند ميلود ما كيولدش. واللي غادي يكشف هذه الحقيقه هي زهره، لانها دارت التحاليل وكل شيء وعرفت ان ميلود فكيولد. فغتقول لي ما تبقاش تضحك على راسك، انت اصلا ما كتولدش، فهذيك البنت مين جبتيها؟ وغتكون حتى صدمه ميلود، لان ميلود حتى هو كان كيسحب ان هند بصح بنته. وفقد الشيخه حليمه رقشوها كدير المستحيل وكتضلل، يعني هذه عادتها ماشي غادي تورثها، يعني كيف جابت عمر صغير ولصقته في عائله وخدات الولد. فتا نفس الشيء ضحكت على ميلود ملي سافر وقالت لي راه خليتيني حامله وراني ولدت هذيك البنت اللي هي هند. فريمون الابطال ديال المسلسل كلهم غادي يكونوا مصدومين. غنبداو بالصدمات، غنبداو بميلود. ميلود الصدمه الاولى ديالو انه غيعرف ان هند ماشي بنته، لانه كان كيصحبها بنته الشيخه حليمه كاذبه عليه. ميلود غادي يتصدم، زهره والشيخه حليمه بجوج غادي يتخلاو عليه، يعني غيخسر كل شيء. غندوزو لحميد، حميد حتى هو اللي غادي يخسر سليمه، وغيتصدم نهار غادي العرس ديالها، واخا غيبغي يقتلها وغيبغي شحال من حاجه، ولكن في الاخر غيتراجع في اخر لحظات. غنشوفوا الصدمه ديال الباتول ملي غتعرف راسها انها مريضه وانها كدوز ايام قليله في حياتها. غنشوفوا الصدمه ديال نسيمه ملي غادي تشوف الرياكسيون اللي دار المهدي ملي شافت هند طاحت، يعني غتعرف ان المهدي عمرو ما غينسى هند، وانه كيبغيها وما عمرو ما غادي ينساها. فصافي غتتنيس منه، ما غتبقاش معمره قلبها بيه، لان رغم ذلك وداكشي كله كدير حتى نسيمه راه كتبغي المهدي. وغيزيد يصدمها في الاخر ديال المسلسل. غنشوفوا الصدمه ديال المهدي اللي غادي يفقد العقل ديالو وغيتلف وما غيبقى عارف ما يدير، ملي غادي يشوف هند اللي بغاها من قلبه وما قالش لها شحال من حوايج كان مخبيهم بحكم لي شوك اللي كانوا كيطراو معاهم، حتى غادي طيح تموت بين يدي عاد باش غيولي ندم في راسو. غنشوفوا الصدمه ايضا ديال سليمه اللي غتعرف ان هند خالتها وما تعاملتش معها مزيان، يعني حتى هي فيها ريحه الام ديالها سليمه اللي عزيز عليها العائله واللي كتبغي العائله، ولكن عمرها ما تعاملت مع هند. فقط كان عانيها انها غير شفاره غتشفر لهم الثروه ديالهم، يعني ما كانتش كتشوف فيها نهائيا انها مرت الاب ديالها. يعني بزاف الحوايج المشاعر اللي بنادم يعني على قبل الفلوس كيتخلى على المشاعر ديالو، كيتخلى على الحب ديالو، كيتخلى على بزاف الحوايج زوينه اللي قدر يعيشهم، وميم طو يعني على قبل الفلوس ضحى بشحال من الحوايج. خوتي وخواتاتي ما نطولش عليكم، وكيف ما قلت لكم الاحداث ناريه والحلقات مازال غادي يسخن الطرح، ومازال غادي تشوفوا احداث غير متوقعه من مسلسل المكتوب. واللي عنده اي توقع يخليه لنا اكيد، وتعاليقكم تسرنا وتهمنا.